التواصل اللي كتدير لنا طلبات كل عام، وكنحاولوا نجاوبوا عليها ونتعاونوا معاها في القدرة بالقدرة ديالنا اللي يمكن لنا. هادو أفعال خيرية واحدة من الاتجاهات ديالنا بالمجموعة ديالنا، كنحاولوا بأننا نتعاونوا ونديروا المجهود ديالنا. هذه شي حاجة اللي كان أفعال الحاج كيقوم بهم من البدايات ديالو. اليوم احنا سعداء باش نكملوا في هذا الطريق، واليوم مزيان فرحانين اونكور بلوس حيت حاضرين معنا نتوما. مولفين كنديروا هذا الشيء ما كتكونوش حاضرين، ولكن حاجه مزيانه الا كانت يمكن تعطي افكار لبنادم اخرين، حيت هادو راه خوتنا، وملي كتجي كتشوف ليطا ديالهم وكتشوف كي دايرين راه فريمون القلب ديالك كي كيتزير. واللي كنطلب يلا يتعاون معاهم، حنا كنديروا مجهدنا في غادي يمكن لينا باش نتعاونوا مع هذه المؤسسه، ولكن قدر الله. ونطلب من اي واحد يدير، كل واحد من بجهد ديالو يدير حتى هو شي حاجه باش نتعاونوا لا معاهم لا مع ناس اخرين. راه خدنا المغاربه وخدنا الانسان، راه محتاجيننا، والله يشافيهم والله يخلي حالتنا مزيانه. ياسين تفضل، مدير عام ديال شركه الفطره. السلام عليكم، رئيس جمعيه التواصل والاحتجاج الخاصه. السلام عليكم، رئيس جمعيه التواصل والاحتجاج الخاصه بعين حرودة والشلالات. شركه الفضل اللي تتعاون مع الجمعيه ديجا، تتعاون معها لسنوات، الله يجازيهم بخير. تنتمناو من الشركات اللي كاينين في عين حرودة ولا اللي كاينين في جماعه الشلالات يعني يتعاونوا مع هذه الفئه، هذه الفئه هشه. وشركه الفضل بصراحه دير المجهود ديالها مع هاد الفئه هذه، مشكوره لا الاخ ياسين لا الاخ طارق لا الحاج المفضل الله يجازيه بخير، للعمال ديال الشركه ككل الله يجازيهم بخير. السلام عليكم. بالنسبه للشغال ديالنا في هاد المركز، عندنا ترويد النطق، ترويد الحس الحركي، ترويد العظام، عندنا الخياطه، عندنا الحلاقه، باقين بعض الوليدات عندنا اللي هما ما شدوش في الحلاقه وما شدوش في الخياطه. يعني من هنا لقدام ان شاء الله غادي نحاولوا ندير لهم بيبينير، وغادي ندير لهم الرسم على الزجاج. سيرتو بيبينير كاين شي وليدات غادي يقدروا يمشيو في بيبينير، وليدات في وضعيه اعاقه ماشي وليدات عاديين. كاين شي وليدات شدوا الحلاقه وكاين شي وليدات شدوا الخياطه، ولكن كاين شي وليدات اللي عندهم اعاقه عميقه. تنفكروا باش 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 نتعاونوا معاهم هذه السنه دي ان شاء الله باش هما يستافدوا اكثر. عندنا 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 125 طفل تيقراو تيتمرسوا بعين حرودة عندنا في المركز. عندنا بالنسبه للترويض النطق والترويض العظام والترويض الحصاركي عندنا 95 طفل في وضعيه اعاقه تيستافدوا من هذه الخدمات. عندنا بالنسبه للورشات الحرفيه، عندنا بالنسبه للخياطه تستافد 30 طفله في وضعيه اعاقه بليس 10 اطفال في وضعيه الصم البكم. عندنا الحلاقه تيستافدوا 20 طفل ديال الصم البكم. كاين 6 طفلات ديال الاعاقه المتوسطه اللي هي الاعاقه الدينيه كيستافدوا في الحلاقه. كنتمناو يعني من هنا لقدام ان شاء الله باش نحاولوا نحلوا المشاكل ديالهم اكثر، حيت بصراحه كاين شي وليدات في وضعيه اعاقه اللي هي الاعاقه عميقه، باقي ما الجمعيه ما حاولاش تحل المشكل ديالهم. هذا العام هذا ان شاء الله غادي 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 نحاولوا باش نفكوا المشاكل ديالهم ان شاء الله. دايرين باش نعطيكم نبذه عن غنعطيك نبذه غنعطيك نبذه على الجمعيه ونعطيك الاقرار بجوج. بالنسبه لاتفاقيه الشراكه اللي تتكون ساريه للمفعول، كاين اتفاقيه شراكه مع التعاون الوطني اللي هو فيها تحسين دعم التمدرس. بالنسبه في اطار الاندياش كان عندنا واحد الاتفاقيه شراكه اللي فيها الخدمات الشبه طبيه. هذا العام هذا اللي التعاون الوطني غيجدد الاتفاقيه الشراكه بالنسبه لتحسين دعم التمدرس. بالنسبه للاجراءات ديال الاجراءات الشطر الثالث ديال الاندياش، حيدوا لك البريم ديال الترويض الطبي، البريم ديال الترويض الطبي حيدوه. دونك حنا تندافعوا دابا باش يحاولوا يعني يديروا داك البوند في اطار الاندياش باش يبقاو يستافدوا الناس من الترويض الطبي. بالنسبه للاكراهات، كاين اكراهات بزاف اللي هو الجمعيه واخا يعني تدير الترويض الطبي وتتقرر الوليدات وتدير المراشد الحرفيه، الا وكاين اكراهات بالنسبه للناس باغيين ليكوش، باغيين الدواء، باغيين الاعانه الرمضانيه، باغيين وليداتهم يعني يستافدوا اكثر.
الله يحسن العون بغاو الوليدات ديالهم يستافدوا اكثر، اللي تيقرا باغي ولدو يتعلم، اللي تيتعلم باغي ولدو يخدم. ما بين الاكراهات اللي كاينين دابا هو عندنا مشكل ديال الدواء ديال 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 ليكوش وديال ديال سيرتو دي باتيغنوتروبين وليكوش، دابا الناس تعاني منها. نتمنوا يعني بوزاره الصحه، وزاره الصحه يعني تلبي الطلبات ديال الاسر في وضعيه عاقه، تلبي لهم هذا الدواء هذا اللي هو الدواء دي باتيغنوتروبين ونيرفاكين. ونتمنوا يعني الاخوان المحسنين باش يحلوا لنا هذا المشكل ديال ليكوش، حيت هذا ليكوش هذا الدوله ما دارهاش واحد البريم ديالو، وتا بالنسبه للدواء باقي الدوله ما دارتش البريم ديالو. مساعده المنح من المجتمع كاين بالنسبه للمنح اللي تنقبطوا، كاين جماعه عين حروداء كنا قبطنا 6 مليون داك العام، 6 مليون داك العام عطيناهم تقرير المالي فيها لي بروتيز دوك وليدات اللي تيدو عندنا الترويد هنايا خاصهم لي بروتيز. لي بروتيز هو دوك الاطراف الصناعيه، ما كاينش البي جي ديالهم. تلا بغينا نديرو طلب للتعاون الوطني يدير هاد لي بروتيز، ولكن طلب اللي على عامين عاد تيلبيو الطلب غير هاد وليدات اللي تيديروا عندنا الترويض، خاصهم المتابعه بهاد 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 لي بروتيز. يعني كوم كوم بحال الترويض بحال التمدرس، لما كانش هاد لي بروتيز الدري يتشكرف. بالنسبة للمجلس جماعة الشلالات كانت واحد الاتفاقية شراكة مع المجلس السابق، دابا تم في هذا المجلس هذا ما تمش التجديد ديالها، كان نورمالمون تم التجديد ديالها في شهر 12، دابا ما تم التجديد ديالها، دابا راه باقي المجلس الشلالات تنطلبهم يعني باش يحاولوا يجددوا لنا هذيك الاتفاقية شراكة اللي ما بيننا وبين بين 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 جماعات الشلالات، حيت جماعات الشلالات دابا لحد الان ما تعطينا حتى شي واحد حتى شي حاجه من غير ديك الاتفاقيه الشراكه اللي كانت ما بيننا وبين المجلس السابق اللي كان فيها تنخلصوا بها الشيفور والغازوال والخسارات ديال 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 الطونسبور ديال النقل المدرسي. شنو الرساله اللي بغا توصلها للمسؤولين المحليين المراسله؟ هي ما كرهناش هاد الوليدات هادو اللي في وضعيه اعاقه تكلف بهم الدوله، حيت الدوله هي 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 المسؤوله الوحيده على هاد الوليدات، سيرتو وزاره التنميه الاجتماعيه. وزاره التنميه الاجتماعيه واخا تعطي الدعم للجمعيات تعطي على طريق مساطير. بالنسبه الاتفاقية الشراكة اللي دايرين مع 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 وزارة المالية والتعاون الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية تيعطيونا الدعم حتى لشهر 4، يعني دعم التمدرس اللي تنقولوا دعم التمدرس، يعني في لافان ديال في لافان ديال الموسم الدراسي. نورمالمون خاصهم يعطوها في بداية الموسم الدراسي باش حتى دوك المؤطرات اللي تيشتغلوا مع مع مع, مع الجمعيات حتى هما يحسوا براسهم راه خدامين.